الدعاء ما في الإنسان هو نظام خلقه الله سبحانه وتعالى في أجسامنا لكي يحافظ على تدعيم الجسم وحماية بعض أعضائه، كما يساهم في الحركة، بالإضافة لأنه يعطي الجسم الشكل المميز. فهناك الجهاز الهيكلي في الإنسان، والذي يتكون من الهيكل العظمي والغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار. فالهيكل العظمي يتكون من 206 عظمة، ولكل عظمة شكل وحجم يناسبان الوظيفة التي تقوم بها. وأهم هذه العظام هو العمود الفقري، والذي يعتبر محور الهيكل العظمي، حيث يتصل طرفه العلوي بالجمجمة، ويتصل به في منطقة الصدر القفص الصدري والطرفان العلويان، وذلك بواسطة عظام الكتف، كما يتصل به من أسفل الطرفان السفليان بواسطة عظام الحوض. لذلك يعتبر العمود الفقري هو الدعم الرئيسي للجسم والحامل الأول للحبل الشوكي، كما يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. ويتكون العمود الفقري من 33 فقرة تقسم إلى 5 مجموعات، وتختلف في الشكل تبعا لمنطقة وجودها. أولها 7 فقرات عنقية، وهي فقرات متمفصلة وذات حجم متوسط. تليها 12 فقرة ظهرية، وهي أيضا فقرات متمفصلة وذات حجم أكبر من العنقية. تليها بعد ذلك 5 فقرات قطنية، وهي فقرات متمفصلة وهي أكبر الفقرات جميعا في الحجم، كما أنها تواجه تجويف البطن. تليها بعد ذلك 5 فقرات عجزية، وهي فقرات عريضة ومفلطحة، كما أنها ملتحمة معا. تليها بعد ذلك 4 فقرات عصعصية، وهي فقرات صغيرة الحجم وملتحمة معا. وهناك فرق بين الفقرات والعظام. فالعمود الفقري كما قلنا يتكون من 33 فقرة، ولكنه يتكون من 26 عظمة فقط، وذلك لأن الخمس فقرات العجزية ملتحمة معا كعظمة واحدة. تليها 4 فقرات العصعصية، والتي أيضا ملتحمة معا كعظمة واحدة، كما أن العمود الفقري يحتوي على 4 انحناءات. وتتكون الفقرة العظمية من عدة أجزاء. أولها جسم الفقرة، وهو الجزء الأمامي السميك. تليها النتوءان المستعرضان، وهما زائدتان عظميتان يتصلان بجسم الفقرة من الجانبين، ويحمل كل منهما نتوء مفصلي أمامي. تليها بعد ذلك الحلقة الشوكية والحلقة العصبية، وهي حلقة عظمية تتصل بجسم الفقرة من الخلف، وتحيط بالقناة العصبية التي يمتد بداخلها الحبل الشوكي لحمايته. تليها بعد ذلك النتوء الشوكي، والذي يبلغ عدده في الفقرة العظمية 7 نتوءات، وهي زائدة خلفية مائلة إلى الأسفل تحملها الحلقة الشوكية، ويحمل نتوءين مفصلين خلفيين. وتأتي العظمة الثانية في الجسم من حيث الأهمية بعد العمود الفقري، وهي الجمجمة، وهي علبة عظمية تتكون من جزئين. أولهم الجزء الخلفي أو المخي، والذي يتكون من 8 عظام تتصل ببعضها عند أطرافها المسننة اتصالات متينة، وتشكل هذه العظام تجويفا يستقر فيه المخ لحمايته. كما يوجد في قطاع الجزء المخي ثقب كبير لكي يتصل من خلال المخ بالحبل الشوكي. يأتي بعد الجزء الخلفي الجزء الأمامي أو الوجهي، وهو يشمل عظام الوجه والفكين ومواضع أعضاء الحس كالأذنان والعينان والأنف. ثم يأتي بعد الجمجمة القفص الصدري، وهي علبة مخروطية الشكل تقريبا، تتصل من الخلف ب 12 فقرة ظهرية ومن الأمام بعظمة القص. ويقوم القفص الصدري بحماية القلب والرئتين، كما تساعد حركة الضلوع في عملية التنفس، حيث تتحرك الضلوع أثناء عملية الشهيق إلى الأمام أو الجانبين لتزيد من اتساع التجويف الصدري. وأيضا تتحرك الضلوع أثناء عملية الزفير عكس ما يتم في عملية الشهيق. ويتكون القفص الصدري من 12 زوجا من الضلوع، أولها 10 أزواج الأولى، والتي تصل بين الفقرات الظهرية وعظمة القص. تليها الزوجان الأخريان، وهما الزوج 11 والزوج 12، وهما قصيران ولا يتصلان بالقص، لذا تسمى بالضلوع العائمة. وهما يتصلان بالفقرتين 18 و19 للعمود الفقري. ويعتبر العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري من الهيكل المحوري في الجسم، لذلك هما أساس كل شيء، وأي تلف فيهم ولو بسيط يؤثر على باقي الجسم تأثيرا كبيرا.